بعد يوم انتخابي طويل انتهت عملية اختيار نصف أعضاء مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة الكويت وعددهم 12 عضوا. جرت العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية وبإشراف من لجنة الإشراف على الاقتراع. وحول نتائج وسير عملية الانتخابات مشاهدينا ينضم إلينا الآن نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت من غرفة تجارة وصناعة الكويت. نواف مساء الخير. مساء الخير إيمان ومساء الخير نواف، للمشاهدين. بعد ما ذكرنا قبل لحظات من انتهاء لعمليات الفرز والتصويت، ماذا من خلال من منطلق وجودك في قلب الحدث هناك في غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت، نود أن نعرف ما أفرزت عنه صناديق الاقتراع من أسماء وكيف جرت العملية الانتخابية بشكل عام منذ أن انطلقت حتى هذه الساعة؟ نعم إيمان، في البداية يعني اليوم كان هو يوم الدورة 29 بالنسبة للانتخابات النصفية لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت. السباق كان حول 12 مقعد، هناك 18 مرشح تنافسوا على هذه المقاعد، وهم يعني 12 مقعد يشكلون نصف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يصل عددهم إجماليا 24 مقعد. إيمان، بدأت عملية الاقتراع بالنسبة لهذه الانتخابات في الساعة 8 صباحا واستمرت حتى الساعة 8 مساء. ربما قبل لا أتكلم على النتائج النهائية بالنسبة لهذه الانتخابات، أما عدد الذين استلموا بطاقات الانتخاب وصل عددهم إلى 14986 إيمان. ربما اليوم أيضا شهد عملية تسديد الاشتراكات، فبالتالي عدد الذين يحق لهم التصويت يعني كان العدد يرتفع حتى يعني تقريبا قبل باب الاقتراع بخمس دقائق تقريبا، لأن من يحق له أن يسدد الاشتراك اليوم أيضا يعطى له بطاقة الانتخاب، فبالتالي كان العدد يختلف أو يرتفع بين الحين والآخر. أما العدد الذين انتخبوا فعليا في الانتخابات النصفية لهذه الانتخابات وصل عددهم 10780 شخصا. النسبة المئوية بالنسبة للذين اقترعوا لهذه الانتخابات وصلت النسبة المئوية للحضور 71.93%، وهي النسبة حسب ما يعني أدوا الذين كانوا يشرفون على هذه الانتخابات بأنها نسبة تعد جيدة جدا مقارنة مع الانتخابات السابقة. بعد قفل باب الاقتراع تم الفرز الإلكتروني، وهو يعني لم يستغرق دقائق معدودة، وبعد ذلك أعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات النصفية لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد عبد المحسن السعيد عن النتائج النهائية، والذين حازوا على ثقة الذين أدوا بأصواتهم ونجحوا في الحوز على 12 مقعد، وكانت الأسماء كالآتي إيمان. السيد محمد جاسم الصقر حصل على المركز الأول ب 6417 صوت، وفاء أحمد القطامي حصلت على المركز الثاني ب 5760 صوت. المركز الثالث حصل عليه السيد مصعب سالم النصف ب 5647 صوت. فهد يعقوب الجوعان حصل على المركز الرابع ب 5633 صوت. المركز الخامس حصل عليه السيد ضرار يوسف الغانم ب 5272 صوت. وليد خالد حمود الدبوس حصل على المركز السادس ب 5215 صوت. ساير بدر الساير حصل على المركز السابع ب 5208 اصوات. السيد عبد الله نجيب الملا حصل على المركز الثامن ب 5165 صوت.
حسين علي حسين الخرافي حصل على المركز التاسع ب 5140 صوت. خالد مشاري خالد الزيد الخالد حصل على المركز العاشر ب 5096 صوت. عبد الوهاب محمد الوزان حصل على المركز الحادي عشر ب 5034 صوت. محمد عبد الرضا عبد الله كاكولي حصل على المركز الثاني عشر ب 4743 صوت. إيمان قبل لا أختم معك، حقيقة هناك كلمة شكر تسجل لجميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في عملية هذه الانتخابات، متمثلة في وزارة الداخلية وأيضا وزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء، وأيضا شكر يوجه إلى الإخوان في غرفة تجارة وصناعة الكويت على حسن التنظيم الرائع، وأيضا كلمة شكر تسجل حقيقة إلى الأخوة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذين شاركوا حقيقة اليوم في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا في هذه الانتخابات. نعم إيمان. نعم، كل الشكر بالطبع لكل هذه الجهات التي شاركت في إنجاح هذا اليوم نواف، وذكرتها كلها قبل قليل، وأيضا نبارك ونتمنى كل التوفيق للفائزين في هذه الانتخابات، انتخابات غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق للجميع. كل الشكر لمراسل تلفزيون دولة الكويت من غرفة تجارة وصناعة الكويت نواف الشراكي، شكرا لك نواف.